تلتقي بجداريات جميلة الشكل راقية المضمون. تسهر على رسمها مؤسسة مصغرة أنشئت في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، تدعى آفاق مستقبلية للأعمال الفنية. المؤسسة المصغرة لدعم تشغيل الشباب آفاق مستقبلية هي مؤسسة مصغرة أنشئت في سنة 2006 عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أونساج، وين اليوم وين بدينا بزوج موظفين، واليوم رانا نوظفوا في 8 دائمين، وعندنا في كل موسم نوظفوا 20 25 موظف. الوضعية نتاعي مع السي رضا قانونية بلاسيرونس بأمور حقوقي كلها موجودة معه. ولأن نشاط المؤسسة حقق نجاحا كبيرا رغم ضيق المحل، فقد تمكن رضا من تسديد كافة أقساط ديونه بفعل اجتهاده في انتظار استلام عقاره الصناعي الذي استفاد منه مؤخرا اعترافا من السلطات المحلية للعمل الذي تقدمه المؤسسة. في العامين واسمه الاولين سلكنا 100% نتاعنا، كل اقساط واسمه البنك سايك منها كل اقساط. وردا للجميل، لا ينسى رضا ان يوقع باسم وكالة اونساج على كافة اعماله، كما بادر برسم عدة جداريات بالولاية دون مقابل، لأن هذا الدعم فتح له آفاقا لم يكن يوما يتوقعها. تمكنت أول أمس مفرزتان من الجيش الوطني